انتنا المغرفة هتاخد منه. فلما يجيني واحد يقول لك يا شيخ ما تزعلش من فلان، ده هو يعني عصب شوية ولسانه بديع حبتين لكن قلبه ابيض، اقول له ده انت قلبك انت اللي ابيض، لا قلبه ابيض ولا اخضر ولا اسود، ده قلبه اسود من السواد، لان اللسان عبارة عن مغرفة تاخد من القلب. لو كان قلبه فيه ايمان كلامه يخرج سليم، لو قلبه ما فيهوش ايمان قلبه يطلع على اللسان. سبحان الله، هو احنا هنحكم على الناس ازاي؟ هنحكم عليها بوحي، الوحي خلاص خلص، اليوم اكملت لكم دينكم، مش نزلش الوحي تاني خلاص. اما نحكم على الناس بايه؟ بحسن ما نرى وبسوء ما نرى. انت شايف اخلاق حسنة هتحكم عليه بالخير، شايف اخلاق غير كده، وده يظهر في ايه؟ في الكلمات. في الكلمات كان اليهود يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام عشان عايزين نرتقي، والله عايزين نرتقي فوق كلنا. احنا عندنا كما قلت في حلقات المقدمة عندنا اعاقات سلوكية، احنا معاقين سلوكيا، معاقين خلقيا. يوم يعني، ولذلك انا ادعو اللي بيعملوا مليونيات يعملوا مليونية الاخلاق، نصرخ كي نعيد الاخلاق الى المجتمع مرة اخرى، يرحم بعضنا بعضا، يعطف الكبير على الصغير، يوقر الصغير الكبير. عايزين الولد لما يكون في الاتوبيس ويرى من في سن ابيه او سن امه، اول شيء من غير شيء يقف ويجلسه مكانه او يجلسها مكانه، يلاقي امرأة حامل، رجل كبير السن، واحد تعبان. يعني سبحان الله العظيم، يا مؤمن ده عن ترى العبسي كان رجل جاهل جاهلي ما قبل الاسلام، واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هو بيغض البصر قبل الاسلام من باب الادب والحياء لغاية ما جارته تدخل للخدر او للخباء او للخيمة او للبيت، لانه لا يأبى ان يدخل قبل ان تدخل هي، احتمال ايه يؤذيها مؤذي او غريب او وحش كاسر او فيطمئن انها دخلت البيت، بس ايه يغض الطرف فلا يعني يغض البصر. ده فين؟ قبل الاسلام. انما بعثت لأتمم مكارم، العرب كان عندهم مكارم اخلاق، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل مكارم الاخلاق. فانا اريد ان اقول نريد ان نرتفع بمنظومه الاخلاق. ولذلك لما رجموا ماعز، عارفين انتوا قصه ماعز والغامديه، كان اول يعني تطبيق حد الفاحشه في الاسلام، فرجمت الغامديه ورجم ماعز. المهم ماعز رضي الله عنه هو اللي راح اعترف بنفسه، والرسول كان عايز يصرفه عن الموضوع، لعلك قبلت لعلك ضاجعت لعلك، عشان واعز ايه يرجع في كلامه، فصمم. فالمهم اقاموا عليه الحد. اثنين من الصحابة ماشيين بعد ما حضروا الحد، والرسول يسير خلفهما صلى الله عليه وسلم وهما لا يعلمان ان الرسول خلفه. فقال احدهما للاخر لو ستر على نفسه لكان افضل. اظن كلام يعني كلام طيب مش وحش. واحد بيقول لو هو لا ستر راحش اعترف للرسول كان ربنا تاب عليه واستغفر. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما واشار الى حمار اعزكم الله شالت اقدامه، يعني رمت حمار ميت نافخ يعني ومنتفخ، شالت اقدامه لما انتفخ رجليه ايه شرعت الى اعلى. قال كلا من هذه الجيفة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال ما اكلتما من عرض اخيكما اسوأ عند الله من ان تأكلا من هذه الجيفة. يا الله بلاش دي، تعال لما هو اعجب. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يصف في صفية بنت حي بن الاخطر احدى زوجاته، كان ابوها زعيم اليهود وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. صفية فغارت عائشة، قالت يا رسول الله حسبك من صفية انها لم تتكلم انما وصفت، تنبئ عن ايه؟ عن قصر صفية. حسبك من صفية انها، هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. بالله عليك انت مش في برامج عندكم في التلفزيون اسمها لا تعليق، يقال عنها في البرامج الاجنبيه نو كومنت،
هذا من على قوله عائشة تقول هي بس ايه الرسول قال الكلمة دي لم تقولها، انما ايه ما احنا عندنا لسان مقال ولسان حال. انا بكلمك الان ايه لسان مقال، لسان حال يعني ايه؟ يعني ان 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 يعني ينبئ عن امر ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة لقد قلت كلمة لو مرزلت بماء البحر لغيرت. طب اذا كان هذا احنا نعيب، ده فلان طويل، فلان ده اللي في الدور الثالث، يقولوا من يا اخي؟ ده اللي زي عمود الكهرباء، لا حول ولا قوة الا بالله، ده اللي زي الفيل، ده اللي زي الدب. الله يا ابن الحلال، والله لن يستقيم الحال الا اذا امسكنا السنتنا واتقينا رب العباد. اللهم اجعلنا ننطق بالحق وبالخير، ولنا في ادب الحديث وطيب المقال يعني حديث اخر ان شاء الله رب العالمين. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.